البوكس خليك لي نجم شو؟ مساء الخير مشاهدينا الكرام، ودادي لك حبي وفئابي، لبيك يا وداد، نادي الأمة، الوداد البيضاوي، تبارك الله عليكم، شكرا. معكم مباشرة من قلب مدينة الدار البيضاء، أجي بغيتي تقول شي حاجة أجي، من قلب مدينة الدار البيضاء، نايضة مع الجماهير الودادية. رابحين رابحين قنبر قنبر خونا قنبر بيضاوي قول لي شنو توقعات توقعاتكم الماتش اليوم رباح الوداد ما غاتخلعناش الترجي خويا البلاد ما كاين لا ترجي لا والو خويا البلاد قال لك سعدي بالوداد خويا البلاد هز البلاد تبارك الله عليكم تحيه القنبر لازالت الجماهير الوداديه تتوافد على المركب الرياضي محمد الخامس أجواء رائعة صوت الجماهير يصدح صوت الجماهير عالي كنشوفوا حتى فتيات واقفين أنا غنغفل هاد جوج بنيتات هادو غنشوف التوقعات ديالهم أجيو 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 غتقولي لي واش رابحين ولا خاسرين ضروري ضروري كي جاتك هاد الغفلة هادي ديما وداد ولا خويا شوفوا الوداد شحال تيزاد زوينة شنو التوقعات ديالك إن شاء الله 3-0 قولي أربعة قولي أربعة لا لا ثلاثة ثلاثة قولي أربعة ثلاثة خصنا نردو التشار ديالنا ياك أنت ومن جاية تفرجي؟ جاية أنا وصاحبتي بوحدكم؟ بوحدنا ودادية وداد؟ ضروري ديما وداد أبا عن جد أبا عن جد ديما وداد ديما وداد العز ليك جميلات الوداد نادي الوداد البيضاوي صعيب تكون ودادي ويجري في دمك هاد اللون أمور ماشي عادي لا دري صغير يلا غير قول شنو غتقول ديما وداد ديما وداد قال لك صعيب تكون ودادي ويجري في دمك هاد اللون أمور ماشي عادي هلالها ضوى كاع المدون الوداد البيضاوي عشق الوداد لا يفنى كل رابحين ولا خاسرين اختي سميرة ديما وداد وكاع الجراد ولا لا لا ما نقولوا لا جراد لا والو كل شيء رابحين رابحين اختي سميرة ياك اموت شحال رابحين جوج زيرو ان شاء الله الا بغى الله 3-0 لا لا اجوج حنا بغينا اجوج حنا قنوعين حنا قنوعين قنوعين حنا خويا دريس شحال غنربحو 3-0 بالحاره ولا بكيتشوب تبارك الله عليكم الجماهير الوداديه تتهافت على المركب الرياضي محمد الخامس اجواء رائعه مشاهدينا الكرام اجواء جميله جدا وليدات صغار عائلات المركب الرياضي ما شاء الله عامر غادي نشوف تشوفوا رابحين رابحين ان شاء الله 5-0 غنردوا الاعتبار ديال 2017 ان شاء الله صرح ان شاء الله تتمنى ان شاء الله الظلم التحكيمي ما يكونش في هذا الماتش هذا الوداد هز البلاد بارك الله عليكم نتمنى كيما دخلناكم التيران ندخلوا ان شاء الله سالمين اللي في تونس ان شاء الله ان شاء الله يا رب تدخل فرحانه وتخرج فرحانة يا رب العباد إن شاء الله تبارك الله عليكم نتمنى أن هذه الجماهير هذه تخرج بابتسامة عريضة وابتسامة رائعة فيا رب تكمل يا رب تكمل فرحتنا عائلات أطفال ونساء ورجال أجواء رائعة من جانب المركب الرياضي محمد الخامس صراحة أجواء زوينة رابحين ياك شحال رابحين تبارك الله عليك أجواء رائعة ساعة لازالت تفصلنا عن بداية اللقاء الحاسم الذي يجمع ما بين فريق الوداد البيضاوي وداد الأمة والترجي التونسي خصم ليس بسهل نكونوا واقعين وأنه خصم ليس بسهل لكن الوداديين قداو قدود الوداديين قد الرباح الوداديين اكيد ما غاديش يخيبوا امال هذه الجماهير الكبيره اللي جايه كتشجع واللي جايه من شتى انحاء المملكه المغربيه لكم ان تتخيلوا وحنا جايين في الطروت من الرباط
اجي رابحين اجي 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 ما يكون باس. هيا جاية هيا جاية. الطريق عامرة. كيف قلت لكم النساء و هاك اخويا هاك 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 هضر معاه هاك. والجميل في الامر انه كاينين وليدات صغيورين غزالين رابحين كاينين حتى الحين. 3-0 ان شاء الله. شوف تونس ما تخرجش رابحه من هنا. حنا وداديين قادين قادين على الرباح. قادين على التوانسه. ياك قادين. ما تخلعنا لا تونس. مربوحه ديما مغرب. تبارك الله عليكم ميرسي. العز شكرا تبارك الله عليكم. رابحين بين هذه. مع دوك النسوانه. اجي تشوفوا معايا واحد المشجعه رائعه. الله عليك شي زغريته يلا نتفايلوا بها يلا يلا شي السلام عليكم شي زغريته نتفايلوا بها الله 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 النفس طويل غتزيديني واحد اخر يلا زيد يلا يلا عاطي مقدم والوداد لعبه خصك تزغرتي تبقي تزغرتي ديما وداد لا احنا رابحين اليوم؟ اليوم رابحين ترحان انا اليوم ياك. انا اليوم عاد غادي جيت الوداد حتى تما ديال الوداد ما طلعت عليا لا انا عزيزه عليا الوداد تنموت على الوداد انت عزيزه على الوداديين وخط الجمهور الوداد يقولوا تينا هي سميه اللي عزيزه علينا هي سميه اليوم حاضره مع الجمهور الودادي والجمهور الودادي غادي يهز بيك وغادي يكبر بيك الجمهور الودادي لحظك الحاد علاش مقلقه؟ على الحد ديالنا هو ديالنا شي ضريب مقلقة حتى الودادين ما تيطلعوا عليا وحنا عائلة ما كنتقلقوش حنا ما كنتقلقوش وخاتو يقولوا تينا هي الحب ديالنا الودادية اللي عزيزة علينا اللي تتبغينا واليوم اللي غادي تربح الوداديين هيا لالا سمية الغزالة غتكون فاء الخير وهاد زغريتة الغزالة ديالها غتكون فاء الخير نتاع الله نتاع الله نتاع الله ياك شحال التوقعات ديالك؟ شحال التوقعات ديالك؟ 3-0 الله إلى سيدنا محمد الله معاه دلالي رابحين 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 أنا تونسي رابحين ماشي مشكل رابحين شكون رابحين ويدير أه 2-0 2-0 أه ياك علاش كيقول لك تونسي ديما الوداديين بوكسين وزويونين ايوا الوداد ديال باريس هذا الوداد ديال باريس ايه بس مرحبا بك في كازا شنو التوقعات ديالك الماتش 2-0 3-0 جو بونس اون كومبيان ولي 3-1 جيتو من باغي ايه باش تفرجوا في الماتش ايه غنعطيو العصا للتوانسه في الكره ان شاء الله ياك يلا سير شجع ليا الوداد يلا تبارك الله عليكم العائلة العائلة دائما والله الله يرضى عليك خليني نقدر يلا العائلة دائما مجتمعة انتم كتشوفوا معايا جنبات المركب الرياضي محمد الخامس ممتلئة عن آخرها ولا زالت الجماهير الودادية تتوافد على المركب الرياضي محمد الخامس بكثرة ما زال ناس جماهير الجماهير رائعة صعيب تكون ودادي يجري في دمك هاد اللون أمور ماشي عادي هلال هاد واقع المدون كلام رائع يتغنى به الوينرز شنو بغيتي تقول ديما وداد غنقول ديما وداد اليوم مقابله حاسمه ياك ما غنتسناوش حنا باش نقولوا حنا فنتسالهم ولا نتسالهم لا مباراه في المستوى عالي وداد ديما في العالي غادي نمشيو نشوفوا جانب اخر من الجماهير مازال 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 جايين رابحين ان شاء الله باذن الله شحال 2-0 باذن الله زعما شوف عندك تونس اجا وليد اجا اجا حبيبي انا كان سي فغي حضر معايا الماتش الوداد ودادي ودادي يا وليد ودادي رابحين ان شاء الله ما تخلعناش تونس لا ما تخلعناش 2-0 باذن الله ان شاء الله باش هاد الوداد يخرجوا فرحانين شكرا الله يرضي عليك يلا
مازال الناس اعتقد ساعه على بدايه المباراه الحارقه، المباراه القويه التي ستجمع اقوى الفريقين وداد الامه وكذلك الترجي التونسي. وكما قلت لكم بان فريق الترجي التونسي مشاهدينا كذلك ليس بالفريق الهين، يعني احنا امام خصم نحن امام خصم الله يكبر بك، امام خصم قوي جدا، فنتمنى انه الوداد تكون قد هذه المسؤوليه وتفرح هذه الجماهير الكبيره وتفرح هذه الجماهير اللي جايه من كل انحاء المملكه المغربيه. هنا كتشوفوا معايا غادي نجريو شويه انا وياك باش غادي نشوفوا واحد الفئه من الجماهير مازال كتدخل، مازال جايين للتيران، مازال الجماهير. هو الناس كيقولوا بان المركب الرياضي محمد الخامس ممتلئ عن اخره، ممتلئ عن اخره. يا ريت يا رب يا رب انصرنا يا رب يا رب انصرنا. ثلاثه نجيمات يبقاو منورين، ثلاثه نجيمات يبقاو غزالين، ثلاثه نجيمات يبقاو زويونين، وتبقى الجماهير الوداديه ضحكه، وتبقى الجماهير الوداديه ناشطه، وتبقى جميع الجماهير شكرا الله يحفظك ليا شكرا، وتبقى الجماهير الوداديه مبتسمه. الناس داخلين تيجريو باش يوصلوا يلقاو بلايص. غادي نشوفوا الفوق، الفوق رائع ممتلئ عن اخره، المركب الرياضي محمد الخامس ممتلئ عن اخره. مازال الجماهير داخلين، مازال قدامي افواج وافواج. الله ينورك شكرا، تبارك الله عليك وليدي شكرا. هذه الجماهير الوداديه، جماهير راقيه، احب من احب وكره من كره. انا وداديه وعارفيني تنحماق على التراب ديال الوداد، واكيد مغربيه مع كل الفرق المغربيه عندما تنافس فرق من دول اخرى. واليوم الفريق الخصم الترجي التونسي، الترجي التونسي خصنا نربحوا هذا الماتش، فنتمنى من وليدات الحمراء، نتمنى من وليدات القلعه الحمراء انهم يفرحونا. حيدا ولدي من حدا الكاميرا، انهم يفرحونا ويفرحوا هذه الجماهير الكبيره. لكم ان تتخيلوا الاجواء كيفاش دايره، اللون الاحمر عجبني هذا البنيدر، هذه البنيوته الصغيره هزها الاب ديالها فوق كتافه. العائله الوداديه رجويه، تحيه لكل الرجويين طبعا، العائله الوداديه منوره وغادي تنور مركب محمد الخامس. العائله الوداديه غادي تنشطنا اليوم، العائله اليوم غتربح. وانا بدات ديرها اليوم، اليوم ان شاء الله نكون ولا لا نكون. طبعا نكون او لا نكون. اجي 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 حدايا. قول لها بشحال غنربحوا. 3-0. يا ربي اسمع منك. قول لها 3-0. والترجي؟ والترجي. احنا جايين. احنا جايين. يلا سيروا. الصلاة على النبي الله يصلح. ترجي احنا جايين وجايين بقوة كما قال هذا المشجع الرائع. نكون او لا نكون. نكون او لا نكون وسوف نكون. الوداد سوف تكون، غتكون الوداد. الوداد ستشوف فرق عتاره. نكون او لا نكون، وغادي نكونوا ان شاء الله حاضرين بقوه بتشجيعات الجماهير، لانه ما يمكنش هاد الجماهير ما تخرجش فرحانه، لا لا لا، غنخرجوا فرحانين وحتى هاد الزويونات. رابحين 3-0. 3-0. يا ريت 3-0، 4-0، 5-0. نتمنى فعلا صدقا من القلب أن الفرحة تعم كل جنبات المركب الرياضي محمد الخامس، وبالتالي كل الجماهير الودادية تبتسم وتفرح وتكون ديك التزغريته اللي عطاتنا ديك المشجعة، شكرا، تكون ديك التزغريته اللي عطاتنا ديك المشجعة تكون فعل خير علينا كاملين يا رب. ماتش حارق بصراحة، ماتش قوي جدا بصراحة، يعني ماتش قوي جدا. ودادين هادو ماشي توانسة، ودادين وحتى توانسة مرحبا بهم في بلادهم الثانية. دائما الروح الرياضية هي الطاغية، دائما الروح الرياضية هي اللي حاضرة وبقوة. لحظات وتنطلق المباراة الحاسمة التي سوف تجمع ما بين فريق الوداد البيضاوي ونظيره
التونسي الترجي التونسي. كنت معكم مباشرة من أمام المركب الرياضي محمد الخامس ستاد دونور. نقلنا لكم الأجواء ما قبل المباراة وغادي نشوفكم بعد الشوط نهاية الشوط الأول. وأكيد يا رب أيكون أحسن لايف منين غادي يفوز فريق الوداد البيضاوي. أنا متفائلة خير، عندي واحد تفاؤل كبير أنه الوداد إن شاء الله غادي تربح وغادي تكون في القمة كعادة، لأن الوداد دائما في القمة. أنا منين كندور وكنشوف عائلات جايين وكنشوف أسر جايين رابحين إن شاء الله. أش أقول يا بعدا ياك بوجهك الغزالي إن شاء الله. ثلاثة لصفر إن شاء الله يا رب، كيف ما قلت لكم باش هاد الجماهير هذه كلها تخرج فرحانة وتبتسم، والابتسامة تعلو شفاه كل المشجعين. ف ما بغيتش نودعكم، مازال خليكم معايا شوية، ولكن غنودع شارجوا خداكم ديما وداد وديما وداد وكاع الزرار. لا حشومه لا ولدي لا عافاك لا حشومه، بتجبدوا لنا الصداع مع الرجويين. تحياتي ليهم تبارك الله عليكم، نتمنى يخليك ليلي. شكرا. ما تدخلش تفرجي في الماتش واجي قولي لي بشحال غنربحوا. تحيه للزميله العزيزه ديالنا ان شاء الله مربوحه يا رب. غادي نقطع دابا لانه التليفون غادي ديشارجو وغادي نمشي ندخل باش نشجع فريق الوداد. ودادي لك حبي وفؤادي، لبيك يا وداد. باي باي مع السلامه.